طب انا هسالك سؤال، بما ان انت من الناس اللي بتتعب بجد وبتجتهد في شغلك، جاوبني بصراحه، هل موجه المهرجانات بتنخفض؟ وانت رايك ايه؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا بقولها دايما يعني عشان انا ما بطلعش كتير قوي في موضوع الاعلام وما بتكلمش كتير، بس انا هقول لك حاجه. بس انت هنا في بيتك، ده التلفزيون المصري، قول اللي انت عايزه. طبعا اتفضل. بيتي وبيتي كمان، بس انا ما بطلعش عشان كده ما بتكلمش في الحاجات دي، فمش منتشر عني المواضيع دي. بس بما انه بيتي التلفزيون المصري ومعاكي، هقول لك اللي اول مره هقوله. المهرجان هو مزيكا طول عمرها موجوده من زمان مش جديده، والراب طول عمره موجود من زمان مش جديد. بس هي الفكره ان كل 20 30 سنه بيحصل حاجات كده في المزيكا وفي وحتى في الاعلام عندكم، وحتى في السينما، وحتى في حاجات كتير قوي على فكره في الفن، بيحصل حته كده الناس بتحبها وبترجع. يعني انت عمرك اغنيه مهرجان مثلا هتفكرك بوالدك او بجوزك او بابنك او بحد مات او ذكريات حد بتحبيه؟ عمرك ما انا شافكي يعني ما تفكريش باي حاجه خالص. طبعا انا هقول لك، اغنيه المهرجان مش تعمل اي هدف غير ان هي هترقصك انت، مش انت يعني هترقص الناس بس. هي دي الفكره بتاعتها، لكن هي ولا هتفكرك باهلك ولا بتحني لبلدك ولا تفكرك بامك الله يرحمها ولا ابوك الله يرحمه ولا اخوكي ولا ابنك ولا جوزك ولا حبيبك. يعني هنا انت بتقصد بانه اغاني المهرجانات ملهاش كينونه، ملهاش حاجه ترجعنا كده يعني تفكرنا بحاجات او تنعشنا زي ما انت بتقول، او افتكر ذكرياتي مع اهلي. واحنا ساعات على فكره لما بتشتغل في العيد ميلاد انا تلاقيني بسقف وببسط بيها ومفيش مشكله، مش ضدها انا خالص. انا مش ضد اي فن من انواع الفنون ما دام الناس قبلته يبقى انا. طب هو المهرجانات فن؟ يعني بين قوسين طبعا فن من ضمن الفنون الموجوده طبعا. اكيد ما دام ليها جمهور وليها ناس بتدفع فلوسها يبقى هو فن ولازم يحترم. ولكن هل الفن ده، هل هو الفن ده اللي احنا عايزين يبقى ترند رقم واحد في مصر؟ يعني يجي واحد في امريكا ولا في السعوديه ولا في دبي يفتح يوتيوب مصر يلاقي رقم واحد مثلا مهرجان؟ لا انا ازعل كده ليه؟ لانه ما ينفعش رقم واحد يبقى المهرجان في مصر، غلط. انا بتفق معاك. فاذا انت عايز يبقى المهرجان موجود، فن موجود زي الاندر جراوند بره وزي حاجات تانية وزي عادي. لكن ما يبقاش هو الفن الرئيسي، ما يبقاش الفن الرئيسي. المزيكا مختلفه لانها مزيكا برضه ليها سوق وليها ثقافه وشباب مثقفين وعارفين بيعملوا ايه. ولكن انا بتكلم على المهرجان تحديدا، هو نوع من انواع المزيكا الشعبيه اللي تحت قوي، السي كلاس يعني، اللي هي اللي هي سي سي يعني اكس اللي اسمها مش عارف بيسموها ايه. والله كده هنكون ظلمنا احيانا برضو يا رامي الشعبيين، لان احنا ده احنا عشنا احلى اغاني شعبيه مع احلى مطربين. هو احنا ننسى محمد رشدي ولا العزبي ولا لا؟ ده فن تاني. ده بقى فن رائع. ده فن تاني يعني خالص. سمعنا شعبي مفيش احلى من كده. فاعتقد بنبقى بنظلم يعني، هو ده الشعبي اللي احنا نعرفه. طيب انت ايه رايك انه في بعض المطربين وان كانوا حتى مطربين لهم كينونه كبيره قدموا بعض الفنون زي المهرجانات بما انه كان ترند او موضه؟ بمعنى ايه؟ ما فهمتش. يعني في ناس راحت للمهرجانات قالت لك طب ما نقدم اغنيه تبقى شبه المهرجانات. لا طبعا أجواء. انا ضد الكلام ده، لان كل فنان ليه الايدنتيتي بتاعته. مفروض يعني مفروض ان احنا كل اسم فينا ليه. طبعا دي فنان الفنان الكبير يعني اللي هو عارف هو مين وبيقدم ايه وعنده تاريخ وعنده مكتبه موسيقيه محترمه. ولكن الفنان اللي بقاله شويه بيغني لسه بيتعلم ولسه عايز ينجح من اي حاجه، ده لسه بيبتدي. ما تقارنوش بالناس اللي هي بقالها سنين النجوم الكبار اللي تمثل مصر. طبيعي يعني. طيب انا عايز البني ادم، قصدي الفنان، قصدي اللي بيقلد شكل موسيقي ده ملوش شكل، قصدي ما ينجحش. ما اعتقدش ما هو ينفعش. ما ينفعش يقدم الشكل اللي هو ملوش شكل. انا بتفق معاك. لا وحتى لو نجح مره مش هينجح تاني يعني. مش هينجح تاني.